أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد بأن مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد عززت من مكانتها بالتعاون مع مختلف مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة، وعملت بشكل مؤثر في تحقيق الكثير من الأهداف التي عملت من أجلها انطلاقا من إيمان جلالته بالدور التاريخي المتواصل لهيئة الأمم المتحدة في مختلف القطاعات، وبخاصة ما يتعلق منها بتأصيل الحقوق المرتبطة بالإنسان، مشيرا سموه حفظه الله إلى أن البحرين عملت على تعزيز منظومتها التشريعية والقانونية في ضوء رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، بما يحقق المزيد من استدامة التنمية وملائمة هذه المنظومة للمعايير والنظم الدولية التي تراعي الحقوق والالتزامات. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لسعادة السيد ويليام لاسي سوينغ المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وقد رحب سموه بحفظه الله بالسيد سوينغ ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها في إطار عمل المنظمة، خاصة ما يتصل بحماية النازحين والمهاجرين جراء الصراعات والحروب ومتابعتها الحثيثة نحو كل ما يتعلق بمنع الاستغلال والاتجار بالبشر. وأبدى سموه اعتزاز مملكة البحرين بجهود هذه المنظمة وبدورها الحضاري المتمثل في صيانة الحقوق وكرامة الإنسان التي تعيرها كافة الشرائع أهمية خاصة، مشيرا سموه إلى أن البحرين وما شهدته من توافد للعمالة الأجنبية تطلبتها حركة النمو والإعمار قد فعلت العديد من التشريعات والقوانين التي عملت على حمايتها من كافة أوجه الاستغلال، وواكبت هذا الصدد كافة الأنظمة والمعايير الدولية لدى صياغة وتحديث منظوماتها التشريعية وإجراءاتها المتعلقة بالوافدين للمملكة، موضحا سموه أن مشروع إصلاح سوق العمل الذي تم إطلاقه وفقا للرؤية التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تضمن العديد من المبادرات التي حظيت بإشادة ودعم دولي وإقليمي واسع، معربا سموه عن تقديره لزيارة السيد سوينغ لمملكة البحرين، مؤكدا تطلعه نحو المزيد من التعاون والتنسيق مع هذه المنظمة الدولية لكل ما يخدم التطلعات والأهداف. هذا وقد أطلع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال اللقاء بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعددا من المسؤولين على الدور الذي تقوم به المنظمة في تأكيد الحماية للمهاجرين من الاستغلال والاتجار ونشاطاتها في مختلف المناطق، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه ولما أبداه من اهتمام كبير بعمل المنظمة وتعاونها مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.